بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 35 من سلسلة عظماء من بلاد الإسلام. وهذه السلسلة كما أسلفت مرارا وتكرارا ولا أمل من تكرار ذلك ولا ترداده، إنما جعلت أيها الإخوة والأخوات من أجل غرس المعاني العالية في النفوس ومحاولة تحريك هذه النفوس وإقبالها على الله تبارك وتعالى، ومحاولة جعلها أن تعمل شيئا لدين الله، خاصة في هذه الظروف والأوضاع الصعبة التي تعيشها الأمة الإسلامية اليوم. هي بأمس الحاجة لمن يأخذ بيدها ولمن يرفعها إلى سدة المجد وذرى السيادة التي هي أحق الأمم بها على الإطلاق. نسأل الله تعالى أن يكون ذلك قريبا. هنالك إرهاصات وبشائر تبشر بقدوم الإسلام من جديد وعودة مجده من جديد، و هذا وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن عظيم من عظماء أمة الإسلام حقا، وعن شريف من أشرافهم وإمام من أئمتهم، ألا وهو السيد الإمام أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى ورضي عن آبائه. وهو أي أبو جعفر محمد بن علي إمام من أئمة المسلمين الكبار، وعلم من أعلام أهل السنة والجماعة، وكنيته أبو جعفر ولقبه الباقر، وإنما لقب بالباقر لأن معنى الباقر هو الشاق، يعني الذي يشق، والبقر هو الشق والقطع، فكأنه بقر عن العلم واستخرجه وأخذ أصله رحمه الله تعالى. هذا معنى الباقر. وبعض الإخوة عندما يسمع الباقر يعني يصاب هكذا بشيء هزة أو شيء ما، فيظن أنه من أسماء خلاف أهل السنة والجماعة، أو أنه لا، هو علم من أعلامنا الكبار وعظيم من عظمائنا العظام، وهو ثقة كبير، إمام له الشرف وله السؤدد وله السيادة، وكان أهلا للخلافة العظمى. وقد روى عنه رحمه الله تعالى أصحاب الكتب الستة، إذن كان موثقا وكان صاحب سنة وصاحب حديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهو ممن يزعم الشيعة أنه من الأئمة 12 الذين يدعون عصمتهم. ومن المعلوم من قواعد الإسلام وبدهيات العقول أنه لا معصوم إلا من عصمه الله تعالى، وكيف يعصم الله تعالى عبده إلا بالوحي، فإن أخطأ قومه، وإن اجتهد اجتهادا مرجوحا صححه كما هو معلوم. وقد انقطع الوحي بعد وفاة سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فلا سبيل لعصمة أحد. والله تعالى إذا قلنا بالعصمة لابد أن يكون هذا خبرا عن الله تعالى يبلغه المعصوم. فمن بلغ هؤلاء أن هؤلاء الأئمة 12 قد عصموا، أي دليل؟ فليأتوا بدليل، فلابد من دليل. أما نحن فنقول إنهم وإن كانوا من أشراف الأمة المحمدية ومن عظمائها، إلا أنهم بشر كسائر البشر من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تجوز عليهم الذنوب. انتبهوا يا إخوان، تجوز عليهم الذنوب. ومعنى تجوز عليهم أننا لا نقول إنهم أتوا ذنوبا أو أتوا الكبائر، إنما نقول تجوز عليهم الذنوب. وإن كان جماعات من السلف قيل إنهم لم يرتكبوا صغيرة قط فضلا عن كبيرة، لكن نقول تجوز عليهم الذنوب. أما الذين لا تجوز عليهم الذنوب فهم المعصومون، هم رسل الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهؤلاء الشيعة نسأل الله لنا ولهم الهداية يزعمون أن هذا وأجداده وآباءه وأبناءه وأحفاده من الأئمة المعصومين، وهذا الذي أوقعهم في مزالق كثيرة. والعجيب أنهم أخذوا عن هؤلاء الذين يزعمون أنهم معصومون
أخذوا عنهم روايات لا تصح ولا تصح نسبتها إليهم وجعلوها دينا يدينون الله تعالى به، فهذا سبب الضلال الذي وقعوا فيه. ونحن والله نحبهم ونقدمهم، وهم على رؤوسنا وهم أئمتنا العظام، أبو جعفر محمد ابن علي. وقد سبق في الحلقة الماضية، الحلقة 34، أن تكلمت عن علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله تعالى ورضي عن آبائه، وتحدثت باستفاضة ما عن هذا الرجل العظيم. ثم الحسين، ولا يمنعني من الحديث عن سيرته العطرة إلا تجنب الخوض في الفتنة التي أكره كل الكراهة أن أخوض فيها، فإن السلف كانوا يقولون إن الكف عما شجر بين هؤلاء إنما هو من أصول الإيمان والعقيدة وأصول أهل السنة والجماعة. وهذا الذي ينبغي أن نصنعه يا إخوة، لأن الحديث يقسي القلوب، الحديث الفتن يقسي القلوب، وإنما نستفيد من الفتن عدم الخوض منها، عدم الخوض فيها وبراءة ألسنتنا منها. وكان عمر رضي الله تعالى عنه ابن عبد العزيز على قربه من زمانهم ومن زمان تلك الفتن، فكان إذا سئل عنها يقول: أمر نجى الله تعالى أيدينا من دمائه فنحفظ ألسنتنا من الوقوع فيه. وهذا هو الفقه، كل الفقه هكذا ينبغي أن نصنع. وهذا الذي يمنعني من أتحدث عن الحسين رحمه الله تعالى ورضي عنه وأكرم به وأنعم. أما الحسن رضي الله تعالى عنه فلعله تكون هنالك حلقة عنه إن شاء الله تعالى. أما ابنه فهو جعفر بن محمد المشهور بالصادق، وقد سبق أن ألقيت حلقة عنه في هذه السلسلة التي أسأل الله تعالى أن تكون مباركة، وعرضت أيضا في القناة نفسها. أما ابنه موسى الكاظم، فسيكون إن شاء الله حظه في اللقاء القادم الحديث عنه. وأما حفيده علي ابن موسى الرضا فسيكون في الحلقة التي بعدها. وبهذا أختم الحديث عن سلسلة تتناول بعض أهل البيت الطاهرين رضي الله تعالى عنهم، وأبين للناس أجمعين أن هؤلاء أئمتنا وعظماؤنا وكبارنا، وهم عمدة أهل السنة والجماعة، وهم ثقات فيما يروونه احتجوا بهم في كتبهم ورضوا الرواية عنهم وعظموهم، فرضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذه نقطة ينبغي أن تفهم في بداية اللقاء، وسأزيدها إيضاحا إن شاء الله تعالى في ثنايا اللقاء بما أورد. أما إمامنا هذا فهو ابن الحسين، ابن علي بن الحسين، ومحمد أبو جعفر الباقر عاش كأبيه 58 عاما، وتوفي بالمدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم سنة 1400، عن 58 سنة. فهذا حياته في المدينة ووفاته فيها. وكان صاحب علم وشرف وسؤدد وسيادة ورزانة وتقى وإيمان، حتى أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قال: كان يصلح للخلافة العظمى. وحسبك بهذا القول من الذهبي الذي يعرف مقاييس الشرع وضوابط الأمور، يقول: كان يصلح للإمامة العظمى. نعم. وكان رحمه الله تعالى أديبا فصيحا بليغا حسن الكلام جميل القول، وقد أثر عنه ألفاظ جليلة جميلة. وكان أبوه علي رحمهما الله تعالى يعنى به ويهذبه ويربيه وينشئه على حب أئمة المسلمين وعظمائهم، وسيأتي أيضا حديث عنهم إن شاء الله تعالى جميعا.